أهلا بكم من جديد. بعد أن قضت نحو 4 سنوات مختطفة من طرف جماعات مسلحة في مالي، أعلنت الراهنة الفرنسية المحررة سوفي بترونا البالغة من العمر 75 عاما، أعلنت إسلامها فور وصولها لفرنسا، وكان في استقبالها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. ونقلت مواقع فرنسية عن مريم قولها إنها ستدعو وتطلب البركة من الله من أجل مالي. واختطفت مريم في ديسمبر 2016 على يد مسلحين في شمال مالي، حيث كانت تقيم منذ أعوام وتعمل في منظمة لمساعدة الأطفال قبل أن يتم الإفراج عنها الخميس الماضي. Voilà. Alors, pour le Mali, je vais prier, implorer la bénédiction, les bénédictions et la miséricorde d'Allah. Je suis musulmane. Je dis Sophie, أسلمت صوفي وتحولت إلى مريم. في حين هاجم النائب في البرلمان التونسي محمد العفاس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو وتصريحاته حول الإسلام التي أدلى بها في باريس قبل أسبوع، ووصف العباس خطاب ماكرو بالعنصري الذي يقطر حقدا على الإسلام والمسلمين. استمعت بصفتي مسلما قبل أن أكون نائب شعب إلى خطاب الكراهية الذي تلفظ به ماكرو منذ أيام، خطاب استعماري عنصري مطول يقطر حقدا على الإسلام والمسلمين. هاجم فيه ما يسميه بالنزعة الانفصالية الإسلامية، وعرض فيه مضمون السياسة التي ينوي تنفيذها بحق المسلمين بفرنسا والذين يبلغ عددهم 6 ملايين مسلم، بهدف طمس هويتهم وشخصيتهم الإسلامية واستئصال كل مظاهر الحضور الإسلامي بفرنسا. بل تمادى في غيه ليتطاول على الدين الحق والخاتم، ليزعم أن الإسلام يعيش أزمة في كل أنحاء العالم، واعتدى على تونس حيث عدها مثالا حصريا لهذه الأزمة المزعومة. وأمام حالة الصمت الرهيبة لرئاسة الجمهورية ولسائر المؤسسات الرسمية، وبالنظر إلى هذا الاستفزاز المجاني. وينضم إلينا عبر سكايب من تونس النائب في البرلمان التونسي محمد العفاس. أحييك سيد محمد، وابتداء لماذا وصفت خطاب ماكرو بالعنصري والحاقد؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. الفرصة، أنا في تقديري وصفت خطاب ماكرون بما ينبغي وصفه به، والتوصيف هوني يستند إلى عدة شواهد، أهمها وأولها هو اعتداء مجاني من ماكرون على تونس، يعني على بلد برمته ثم على أمة، وأعني بذلك المسلمين. ماكرون اليوم يلقي باللائمة على الإسلام ويصفه في درجة أولى بأن لديه نزعة استئصالية أو انفصالية يسميها هو، وفيما بعد يدعي زورا أن الإسلام يعيش في أزمة، والحال أن فرنسا تعيش في أزمة من مخلفات العلمانية ومخلفات سياسات فاشلة. فماكرون تهجم هجوما سافرا عنصريا دعا فيه إلى إلغاء كل مظاهر التدين في فرنسا، يعني هو يعتزم اتخاذ عدة إجراءات، أهمها التضييق على التعليم داخل المدارس، والتضييق على الجمعيات الإسلامية، والتضييق على الخطاب الديني وعلى الأئمة، ويريد أن يستبدل خطابا برمته بآخر، مدعيا في ذلك أن المسلمين غير قادرين على التعايش، والحال أن المسلمين قدموا خدمات كبيرة جدا للجمهورية الفرنسية، وهم يشتغلون في قطاعات حساسة داخل فرنسا، وأعطاوا نموذج مشرف جدا على التعايش مع الجاليات من جميع الأجناس ومن جميع الأديان. فخطاب ماكرون هو خطاب عنصري مقيت يقطر حقدا صليبيا، وأقول الكلمة بأتم معنى الكلمة، لأننا لم نسمع ماكرون يتكلم عن الحركات الصهيونية التي تتحكم في مفاصل دولته، ولا عن الحركات الصليبية الحاقدة الرافضة لجميع الأديان الأخرى. حينما ترى الهجوم الأخير من بعض النواب الفرنسيين على الحجاب ورفض الحجاب داخل المؤسسات الرسمية الفرنسية،
نعم، أكمل هذه الفكرة قبل، يعني لدينا نقاط أخرى سنتحدث فيها، أكمل هذه الفكرة سريعا سيد العفاس. يعني مستندي في توصيف خطاب ماكرون بالصليبي وبالحاقد هو التماشي الذي تتخذه السلطات الفرنسية تجاه الإسلام خصيصا. لا نجد نظرة معادية للأديان بأسرها كما نجدها تتجه ضد الإسلام في فرنسا، ولذلك هي وصفتها بأنها عنصرية وصليبية. نعم. طيب ابقى معي سيد العفاس، بالطبع سأعود إليك لكن في سياق مشابه. مشاهدينا الكرام، قال مفتي الديار المصرية شوقي علام إن ما يقرب من 50% من الجيلين الثاني والثالث في من المسلمين في أوروبا ينتمون إلى تنظيم الدولة. وقال خلال لقاء أمس على فضائية صدى البلد إن منظومة المراكز الإسلامية على مستوى العالم تتنازعها أجندات إخوانية وغير إخوانية، ويتم تمويلها بسخاء لأنها تحمل خطابا أدى لتأزيم الموقف، ما جعل الإسلام يخاف منه بالفعل على حد قوله. الجاليات الإسلامية بإيطاليا، أحييك دكتور ياسين، مفتي مصري يقول أن 50% من الجيل الثاني والثالث في أوروبا ذهبوا إلى تنظيم الدولة الإسلامية، بل يقول أكثر من ذلك أن الهيئات الإسلامية في أوروبا هي من ساعدت على ذلك عندما تم اختطافها لصالح أجندات إخوانية وغير إخوانية على حد قولي. ما رأيك في هذا الكلام؟ السلام عليكم، تحية لك ولجميع مشاهدي قناة الجزيرة. أخي الكريم، هذا الكلام خطير جدا لأنه يصب في مصلحة تلك الأحزاب وتلك الحركات التي تهاجم اليوم الإسلام والمسلمين. ظاهرة الإسلاموفوبيا كلنا نعلمها، وأوروبا تعاني من هذه الظاهرة، وهناك مشاريع كبيرة وضخمة لمناهضة يعني ظاهرة الإسلاموفوبيا ومهاجمة المسلمين. وقد كان هناك يعني أحداث مؤسفة حيث تم الاعتداء على بعض المراكز الإسلامية وعلى خصوص المسلمات ونزع حجابهن. نتكلم على حالات طبعا، لكن الحالات هذه تدل على أن هناك للأسف الشديد يعني حملة من طرف الأحزاب اليمينية المتشددة. فإذا قام العالم الإسلامي اليوم وقدم تصريحات مثل هذه فهو سيزيد يعني من تلك الهجمة ضد المسلمين، وهي تصريحات غير مسؤولة. لكن اسمح لي يا دكتور ياسين، يعني فيما ذكره مفتي مصر من أن 50% ممن ينتمون إلى داعش من أبناء الجيلين الثاني والثالث في أوروبا، ما مدى دقة هذا الكلام؟ هذا كلام غير دقيق ولا يستند لأي بحث أكاديمي محترم. أخي الكريم، هناك بحوث أكاديمية كثيرة فيما يتعلق التحاق بعض الشباب الأوروبيين المسلمين بداعش، لكن الأرقام تختلف جدا. نتكلم على أعداد محدودة جدا. عندما نتكلم عن نسبة 50% من الجيل الثاني والجيل الثالث وبأنهم ينتمون إلى داعش، هذا كلام خطير جدا. لا، للأسف الشديد يضع المسلمين في مأزق أكبر، مع أننا نعلم أن المسلمين في إيطاليا وفي أوروبا هم أقلية. فأي كلام غير مسؤول سيزيد للأسف الشديد من تلك الهجمة الشرسة على الإسلام والمسلمين. طيب، ابقى معي دكتور ياسين. السيد محمد العفاس، للحقيقة على ما يبدو من كلام مفتي الجمهورية وكأنه يصب لمصلحة تصريحات مكروه الأسبوع الفائت عندما يعني هاجم الإسلام والمسلمين بشكل عام. هذا الكلام هذه المرة يأتي من رجل، من عالم دين في مصر له حتى مكانة متميزة ومسؤول رسمي. ما رأيك؟ أبدأ من حيث ختمت. هو مسؤول رسمي أكثر منه عالم بالدين، لأنه بداية لا ليس هنالك أي دليل أو مستند علمي على الرقم الذي قدمه. وأكثر من هكذا هو خطاب سياسي وليس خطابا دينيا. حينما يتكلم عن 50% نسبة شباب الجيل الثاني والثالث في ينضم إلى داعش، هذا المسموح له بأن يقول حسب السلطات المصرية. هذا المفتي لا يستطيع أن يتكلم عن نسبة الفقر في مصر، هو يتكلم في المسموح له، وهو يقوم بمهمة، هو مكلف بمهمة شأنه شأن كل علماء السلطة. أما عما يقوم به ماكرون في خطابه هو بالأساس فك العزلة التي يعيشها سياسيا واقتصاديا، وإلقاء باللائمة للأزمة التي تعيشها العلمانية على الإسلام. ماكرون نعم. بخطابه هذا نعم أكمل سيد العفاس تفضل. ماكرون بخطابه هذا بيّن أن فرنسا تعيش أزمة حقيقية، ولذلك تضيق على الدين،
والدليل الكبير جاءه الرد من أختنا مريم التي قدمت من مالي واستقبلها في المطار، فحينما اكتشف اعتناقها للإسلام لم يدلي بأي تصريح وغادر على الفور المطار. فماكرون يحمل في جيناته فكرا صليبيا استئصاليا، ويريد أن يدعم العلمانية في فرنسا ليس بنفس الثوابت التي قامت عليها، بل بالتضييق على الفكر الذي يضادها، الفكر القائم على العقل، وأعني بذلك الإسلام. لا لا، لكن اسمح لي سيد العفاس، البعض حتى ممن ينتقدون ماكرون لا يذهبون هذا المذهب أنه فكر صليبي ومحاربة للدين، يقولون أن الرجل في أسوأ الأحوال يحاول استغلال الهجوم بهذا الشكل على الإسلام لأغراض انتخابية سياسية بحتة، ليس أكثر ولا أقل. كلا الأمرين يستقيم. في 1 فيفري 2018 ماكرون قدم إلى البرلمان التونسي وألقى خطابا من داخل البرلمان، وقال بالحرف أن تونس أثبتت أن الإسلام يمكن أن يتعايش مع الديمقراطية. بعد سنتين ونصف ماكرون يقول تماما عكس هذا الكلام وينسفه، ويقول تونس كانت أفضل قبل 30 سنة وتغيرت أو شهدت تغيرا جذريا في علاقة بالإسلام. فالبعد السياسي الذي ذكرته سليم، لأنه 2022 سوف تشهد فرنسا انتخابات، وهو يريد أن يغازل النفس اليميني المتطرف داخل فرنسا والذي هو في تصاعد. ولكن في المقابل ماكرون لا يستطيع أن يجرؤ أن يذكر أي ديانة أخرى بما ذكره في الإسلام. فكلا الأمرين سليم، هو هنالك البعد السياسي ولكن هنالك أصلا البعد العقائدي. وأنا مستندي في ذلك قول رب العالمين: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. اليوم الإسلام يدخل فيه عدد كبير من الأوروبيين ومن من من خارج أوروبا أصل أفواجا بفضل الله تعالى، لأنه دين عقل. نعم نعم، ابقى معي عفوا للمقاطعة. لكن دكتور ياسين، وأنت رئيس اتحاد الهيئات الإسلامية بإيطاليا، ما ذكره مفتي مصر من أن الكثير من الهيئات الإسلامية في أوروبا الآن وقعت تحت الأجندات الإخوانية وغير الإخوانية من وجهة نظره، وهي ما أدت لتطرف العديد من أبناء المسلمين في أوروبا. إلى أي مدى فكرة أن الهيئات الإسلامية وقعت تحت أجندات إخوانية أو غير إخوانية، ما رأيك فيها؟ هذه اتهامات باطلة للأسف الشديد، تحط المراكز الإسلامية في موقف حرج مع السلطات الرسمية. نحن الآن مراكزنا الإسلامية هي التي استطاعت أن تحمي الجيل الثاني والثالث من الانجرار وراء هؤلاء الذين يدعون إلى التطرف وإلى الانضمام إلى جماعات تتبنى العنف. مساجدنا اليوم والحمد لله ومراكزنا الإسلامية منتشرة في أوروبا وتحاول ما أمكن أن تعزز مفاهيم الإسلام الصحيح الذي ننتمي إليه جميعا. ليس هناك لمراكزنا الإسلامية الموجودة في إيطاليا والموجودة في أوروبا أي انتماءات مباشرة. هناك بعض الأشخاص فعلا ربما عندهم خلفية فكرية معينة، لكن المراكز الإسلامية عموما ليست منتمية لأي تيار، لأي فكر، لأي حزب معين، وهذا الأمر يجب أن يكون واضحا. الخطاب هذا الخطاب يصب في صالح هؤلاء الذين يحملون خطاب الكراهية ضد الإسلام ويهاجموننا بمنعنا من فتح مراكز إسلامية تليق بالمسلمين. معظم أماكن أو دور العبادة الموجودة عندنا الآن يعني لا تليق كثيرا بمقام الصلاة ومقام العبادة، ونحن نحاول جاهدين أن تكون لنا مساجد رسمية مبنية بالصومعة وبالقبة. هذا الخطاب للأسف الشديد لا يساعدنا بل يؤزمنا أكثر. الدكتور ياسين لافارم، رئيس اتحاد الهيئات الإسلامية بإيطاليا، كنت معي عبر سكايب من روما، شكرا جزيلا. كما أشكر ضيفي عبر سكايب من تونس، النائب في البرلمان التونسي محمد العفاس، شكرا جزيلا سيد العفاس. طبعا الشكر موصول لكم مشاهدين على طيب متابعتكم للمسائية، سنلتقيكم غدا بإذن الله ومسائية جديدة، في أمان الله.